اهلا بيكم في ملوك الدراما استاذ مجدي صابر. انا عايز اقول لكم ان امه بلا كاتب هي امه بلا عقل وبلا ضمير. من هنا هسال الاستاذ مجدي صابر، ليه كتبت مسلسل اين قلبي يا استاذ مجدي؟ اين قلبي ده من اجمل وانا انت ابتسمت الاعمال ايه انت ابتسمت انا بعشق مسلسل اين قلبي، من اجمل وانعم الاعمال اللي انا كتبتها واللي هي عايشه لحد النهارده. كل ما يتعرض الناس بتشوفه كأنها بتشوفه لأول مرة، ودي الأعمال الحقيقية. يعني الأعمال الحقيقية مش بس اللي اتعرضت أول مرة، جريمة بوليس، جريمة قتل والمجرمين والبوليس بيدور على القاتل، أنت شفته مرة مش هتشوفه تاني. لكن في أعمال تعيش وتخلد، ليه؟ لأنها بتتكلم عن ناس حقيقيين، عن مجتمع حقيقي، عن مشاكل حقيقية. ليه أنا كتبت أين قلبي؟ يعني أنا أين قلبي عرض أظن 2002. اتذكر انه قبلها بشويه كان في اكتر من فيلم مصري ظهرت فيه المراه المصريه بشكل مش حلو، خيانات، رقاصه، مش عارف ايه. فليه اصدقاء كتير بيشتغلوا في الخليج، فاكتر من واحد كلمني وقال لي انتوا ليه بتشوهوا صوره المراه المصريه؟ ليه بتخلوا الناس هنا يحسوا ان دي المراه المصريه هي كده؟ بينما ده مش حقيقي، دي نماذج شاذه ونماذج يعني ما تجيش واحد في المليون. ومن هنا قررت ان انا اكتب مسلسل ينصف المرأة المصرية، غيرة على المرأة المصرية وحرصا على مكانتها بلدي. وحرصا على مكانتها طبعا المصرية. على بنت بلدي، ما هي المرأة المصرية دي اختي وبنتي ومراتي و... يعني هي نص مجتمعي في مصر، وانا عارف قد ايه المرأة المصرية عظيمة. يعني اقدر اقول ان لهذا السبب النبيل خرج هذا المسلسل؟ اقسم بالله انا كتبت اين قلبي عشان هذا السبب، عشان اعطيها شيء من حقها، شيء من حقوقها، ان انا اقدم الصوره الحقيقيه للمراه المصريه. على ما اظن كان انتاج الدكتور محمود دهموش. كان خلينا دهموش نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ازاي يسرى بطلت اين قلبي. شوف انا دكتور دهموش الحقيقه كلمني، هو كان صديق عزيز وطلب مني مسلسل. فانا كان عندي كان طالب منك مسلسل لحد بعينه ولا مسلسل وخلاص؟ مسلسل. كان عندي هذا المسلسل بطوله فاتن اللي هي عملته يسرى كده، الشخصيه اسمها، فقدمته له. فكلمني قال لي الله، عارف مين يعمل المسلسل ده؟ قلت له مين؟ قال لي يسرى، مفيش حد غير يسرى. حضرتك كنت مقدم له تريتمنت بس ولا كان في تريتمنت؟ حلقات؟ لا ما بقدمش حلقات، يعني ما بتكتبش اي حلقات؟ لا لا لا، تريتمنت بس. تريتمنت بس. فخد المسلسل وبعته ليسرى، فيسرى قالت له انا عايز اقعد مع الاستاذ مجدي. اتقابلنا فعلا، كانت شافت الرجل الاخر وشافت نجاحاتك. مجدي صابر اسم موجود في السوق فعلا، اسم كبير. فقالت لي المسلسل محتاج كده يا مجدي، يعني ايه، احداث تقيله، يعني 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 المسلسل اصله ناعم قوي، دانتيلا. قلت لها يا مدام يسرى، جمال المسلسل ده في نعومته، في انك بتشوفي اسره مصريه حقيقيه، ام بتربي ولد وبنت في سن المراهقه. انا مش محتاج احداث تقيله، انا محتاج اغزل على الفكره دي. تمام. قالت لي طيب اكتب وخلينا اقرا. كل ده هي كانت بتتكلم على المعالجه الدراميه اللي قريتها. لما شافت كانت الحلقات من 20 صفحه اظن. لما كتبت الحلقات فكان ردها انا حاسه انك خليتني بشوف ناس اعرفهم، بشوف جيراننا، بشوف قرايبنا، بشوف ناس من لحم ودم، ناس حقيقيه. قالت وصفت وصفه حقيقيه ووصفه صحيحه. من هنا كان حماسها الشديد انها تشتغل المسلسل، خاصه انه كان الدور كمان الموازي ليها دور عبله كامل. طبعا بس المسلسل كانت شخصيه مختلفه تماما، لكن كانت بتمثل الصداقه الحقيقيه بين امراتين ناضجتين، واحده ارمله بتتربي ولد وبنت في سن المراهقه وهي اللي بتنفق عليهم وهي مسؤوله مسؤوليه كامله، وصاحبتها اللي فاتها قطر الجواز عشان كل عريس كان يتقدم، لا ده ما عندوش اطيان، لا ده ما عندوش فلوس، فكان يترفض. حالتين في المجتمع، واخد بالك؟ ايضا يسرى وعلاقتها بابوها علاقه في منتهى الابداع، ان بتعامل هذا الاب وكانها ترد له كل جمايله، ترد له اللي سبق وانفقوا عليها، مش انفاق مادي، لا حتى انفاق العمر، انفاق الـ كل الاشياء الجميله اللي عملها لها.
وانا اشتغلت على انه دراما دانتيلا، ما فيش عندي احداث، ما فيش جريمه قتل ولا بوليس، ما حطيتش في اعتبارك الملاحظات اللي قالتها الاسره في التريد. هي لما قرت الحلقات اقتنعت بوجهه نظري، هي قالت وجهه نظري مسبقه لان هي ما كانتش قرت لسه، ما قرتش حلقات بالظبط. واعتقد ان الدراما المصريه محتاجه هذا النوع النهارده من الدراما، دراما الاجتماعيه الحقيقيه من غير بقى عناصر تعمل بيها نوع من الجذب فتشوه العمل بتاعك. انا مش محتاجها يعني 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 انت لو اشتغلت على قضايا حقيقيه، على شخصيات حقيقيه من لحم ودم، تاكد انك هتنجح. اذا عندي نص مجدي صابر، عندي بطله مدام يسرى، عندي منتج الدكتور محمود دهموش الله يرحمه، ومجد ابو عمير جه امتى بقى؟ مجد ابو عمير اعتقد كان بنبعت التحيه للملك طبعا، طبعا استاذ مجد ابو عمير حبيبي ومشوار عمري، والراجل اللي انا بعتبره من اكثر الموهوبين في الدراما طبعًا المصريه طبعًا والعربيه طبعا. مش فاكر جه امتى، بس كان هو الترشيح الاول والاخير يعني، ما اختلفناش عليه لانه مجدي كان مكسب لاي عمل حقيقي طبعا. طيب من مجدي ابو عميره لمجدي صابر، أيوة، لمحمود دهموش، ليسرى، في جلسات عمل بتشوفوا فيها الادوار وتسكين الادوار، بيبقى عندك وجهه نظر في كل دور، وطبعا ما بتختلفش لان مجدي ابو عميره عنده مفاجآت كبيره جدا في الكاستنج، ممكن يجيب لك حد لا يمكن يبقى على خيالك وتلاقيه موجود وعامل الدور حلو. ف يعني هو مثلا مجدي اللي تحمس لخاريه احمد، أيوة، في دور مرات حسن حسني، المراه الشريره الكوميديانه اللي عملته بمعلمه، لو لا يمكن حد كان يتخيل ان تعمل ان خيريه تعمل ده، عبقريه مجدي ابو عميره في الكاستنج. ومجدي اللي تحمس انه يبقى البنتين بنت يسرى وبنت خيريه ووجوه جديده، منى شلبي اللي من اول عمل كده كانت فرقعه وممثله عظيمه، ومي عز الدين اللي كانت برضه هايله طبعا. فرغم ان الاثنين كانت بداياتهم تماما، لكن مجدي كان شايف انه يقدر يخرج بينهم حاجات هايله، وده اللي كان ومنه انطلقوا الى النجوميه بعدها. عايز اقول لك انه يعني انا لما قلت في البدايه انه اين قلبي، ده كانك بتتفرج على جيرانك او اصحابك او معارفك او قرايبك، فتحت الشباك وبتشوف حياه حقيقيه قدامك. كنت انا ومجد ابو عميره ويسرى مع سلمى الشماع ليله العيد في برنامج كان بيذاع على الهواء في التلفزيون المصري، كنا بنتلقى مكالمات المشاهدين، فاتصلت سيده وقالت انا عايز اكلم الاستاذ مجد صابر. قلت لها انا معاك. قالت لي انا اسمي فاتن على اسم الشخصيه، وبشتغل في الحي وارمله، وعندي ولد وبنتي في سن المراهقه، انت مين ادك قصه حياتي؟ الله. قلت لها ما حدش اداني قصه حياتي، لان هذه القصه متكرره في بيوت مصريه بس كثيره. الفكره ان هي اسمها على اسم الشخصيه كل تفاصيلها. قلت لها هتلاقي في 1000 فاتن، في 100000 فاتن، في 100000 سيده مصريه مكافحه بتتعب وتربي وتشتغل وتنفق، ويبقى حياتها كلها اولادها وابوها ومجتمعها، وترفض الفساد وترفض الرشوه. يعني 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 ده هي كده، هي كده اديت لك يعني وصفه مختصره لنجاح العمل. طب انه حقيقي بالظبط، فالناس صدقت بالظبط، انه شخصياته لحم ودم بالزبط. ان قضايا حقيقيه ومجتمعيه، ان المسلسل صلى الضوء على بقعه او جزء في المجتمع المصري فكشف عنها، وكانت هذه البقعه في الشده الايجابيه. ادي سيده مصريه عظيمه تشتغل في صمت من غير طنطنه، بتربي، ده دور المراه المصريه من ايام الفراعنه، نموذج متكرر زي ما حضرتك قلت. فانا حسيت في النهايه حتى من تعليقات اللي حواليا ان انا فعلا قدمت نموذج، انتصرت للمراه المصريه. حقيقي. انتصرت للمرأة، ودي كان سبب سعادتي الاولى. هذا المسلسل له ذكرى ايضا جميله معايا، انا حرموني من جائزه احسن مؤلف، الجائزه الذهبيه في الرجل الاخر، المره دي خدت جائزه ذهبيه كاحسن مؤلف مشاركه مع مين؟ اسامه انور عكاشة. الله الله يرحمه، دي لوحدها جايزه يا استاذ مجدي. انا اعتبرت دي اعظم جايزه انا خدتها في حياتي، ما اخد جايزه مع استاذي، مع الراجل اللي انا بعتبره هرم الدراما، فكانت سعادتي بهذه جايزه لا توصف الحقيقه يعني. طبعا طبعا طبعا. طيب نجح جامد مسلسل اين قلبي، بس احنا عايزين نعرف الناس بتشوف المسلسل ما تعرفش كيف تصنع الدراما،
قول لنا يسرى ايه في اللوكيشن؟ يعني اللي اعرفه ان الهام شاهين مثلا ممكن تشتغل في يوم 16-17 ساعه، بس مدام يسرى ممكن تشتغل 8 ساعات. يعني قول لي انت يسرى لا إيه؟ اللي يقدر يجاوبك على السؤال ده بصدق مجد ابو عميره. انا كنت بروح ضيف يعني ما يعني اروح في المسلسل 3-4 مرات 5 مرات ضيف، يعني ما بحبش اعطل التصوير، ما بحبش بقى قاعد البيل مؤلف وصل، لا خالص انا جاي متفرج مستمع. يعني ماستر سين كتبته ادهشتك بادائها. يسرى طول عمرها سهل الممتنع. يسرى عندها كمان حته قبول عند الجمهور غير عاديه، وده اللي بخلي يسرى مستمره لحد النهارده. يعني يسرى ممثله ملهاش شبه في نعوميتها، في سلاستها قدام الكاميرا. يعني يسرى يعني واعتقد انها في السنوات الاخيره يعني بتغير جلدها، كوميدي على تراجيدي، على مره عملت نصابه. يعني يسرى هي عندها القدره على التقمص مع كل دول بشكل بديع جدا. يعني ربنا منحها كده كتير قوي في التمثيل. وعبله طبعا، عبله دي غول بقى طبعا، عبله ده سكه تانية طبعا طبعا. عبله دي يعني انا يمكن اشتغلت معاها في اعمال كثيره، يمكن اهمها اين قلبي وسلسله الدم. سلسله الدم طبعا. عبله غول، عبله دي طلوقه. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك على عنصر مهم جدا من عناصر نجاح المسلسل كمان، الموسيقى التصويريه والتتر اللي عمله الاستاذ ياسر عبد الرحمن. طبعا ياسر عبقري. ايه بقى ياسر عبقري؟ ياسر عمل لي كمان الرجل الاخر. كنت تسمع التتر تتهز كده، يحصل لك كده هزه، في شجن، وفي يعني يخترق عمقك، يخترق قلبك، يخترق مشاعرك. الموسيقى التصويريه تساعد على نجاح عمل او افشال استاذ؟ طبعا الموسيقى التصويريه بتعمل تمهيد للعمل في تتر البدايه. هتلاقي في اعمال كتيره الموسيقى التصويريه عليت بيها، خاصه الموسيقى التصويريه اللي تتر البدايه بتؤهب المشاهد للمشاهده، يعني قاعد كده مستني، قاعد كده متلهف. ياسر من الشطار قوي اللي بيقدروا يعملوا قوي. استاذ مجدي اين قلبي، بشكرك جدا حبيبي. اشكرك وكل سنه وانت طيب يا محمد، وجمهورك الكريم.